فكتير اجتنا تعليقات انه سندويشة الشاورما ب 25 ليرة، لا سندويشة الشاورما ب 100 ليرة يا غالي، سندويشة شاورما لحمة تمام. ورح نعمل مقارنة اليوم بين السندويشة اللي بتاكلها على الواقف هون طبعا باسطنبول بالفاتح مثل ما عم اقول لك، ومقارنة بين المطعم البيت الدمشقي اللي عنا نحن. نحن بنقدم تصور هي فتة لحمة ب 110 ليرات مع مخلل وليمون ومرقة وقعدة وكاملة طبعا ب 110 ليرات، بينما سندويشة شاورما ب 100 ليرة. هي الفاتورة وتاريخ اليوم كمان مشان ما تزعل يا غالي تمام. وشغلة تانية كتير مهمة حابب اطرح لك ياها، انه انت لما بدك تقارن شيء بدك تقارنه بالشيء الحي اللي انت موجود فيه، يعني ما فيك انت اليوم باسطنبول تقارن لي اياها بغازي عنتاب ولا تقارن لي اياها بمرسين ولا كذا، انت باسطنبول بالفاتح بدك تقارنها بشيء باسطنبول بالفاتح تعرف سعرك غالي ولا رخيص. انا حبيت اشرح لكم هذا الشيء مثل هذاك من شوي عم يجيني واحد بإدلب عم يقول لي والله كل الكيلو مدري بقديش، لك يا عمري انت بإدلب واكبر تحيه لإدلب بنحبكم كثير من قلبنا، بس انا حابب اوضح لكم لاني بحبكم كمان. هي كلياتها تصور انت ب 110 ليرات، هي يعني بتاكلها بتشبع زلمه ما شاء الله. اما اللي حابب ياخذ تشكيله ذكرنا بالفيديو الماضي موضوع ثاني تمام. اما تصور هي التشكيله كلها ب 110 تصور هي ب 100 وعلى الواقف او على الماشي سيد راسي تمام، وهيك لا معك ولا لا مع شيء. فما بعرف يعني انا وقت جيت لعمل المقارنه هلا بتناوق هون بتناوق هون لقيت في شيء تفاوت كبير يعني عن جد يعني، فما بعرف يعني شو بدي اقول لكم، بس مثل ما قلت لكم حبيت اوضح لكم الصوره، واللي بيجي اهلا وسهلا، اللي بيجي عيني واللي ما بيجي عين تاني. عم امزح معكم، عم نستناكم هون سيد راسي بالبيت الدمشقي باكله فتة راس حا سندويشة شاورما، يا الله وكيلك ما بتشبه.